سيادة الوزير، تحب حضرتك تقول إيه لأبنائك الطلبة والطالبات في بداية امتحانات الثانوية العامة؟ أولاً أنا أحب أطمن أبنائي الطلبة والطالبات. ثانياً الامتحان في مستوى الطالب الضعيف. ثالثاً إن شاء الله نسبة النجاح هذا العام سوف تتعدى 80%، وإحنا عاملين حسابنا في جميع اللجان وأمام جميع المدارس ووقوف عربيات إسعاف للمساعدة في بعض حالات الإهمال وبعض حالات الانهيار العصبي. يلا يا نجيب عشان الفضاء. إن قوام الوحدة العنصرية وحدة الموضوع ووحدة الشعور وتسلسل الفكر والصور بحيث تؤدي كل فكرة أو صورة وتفادى الحيوية في بناء التجربة. تمام، وبعدين؟ يلا يا حبيبتي بقى للمحبسة عليه نص ساعة. وتساعد؟ أيوه، على إيه؟ على إيه؟ إيه يا أختي؟ وطلع عليك كده متولي زلقة البيت؟ وحدة تسميع دلوقتي. وتساعد على النمو الإبداعي الفني. ربنا يسهل لك يا بنتي، سهلي واكتماله فيها. الله اكبر الله اكبر، ربنا يحفظك يا بنتي، شوفيتم يا حبيبتي. رقم الايداع 2008 5233 صفحه، عدد الملازم 39 ملزمه، الورق 70 جرام. تمام، ربنا يحميكي، ربنا يخليكي لمصر ويخلي مصر ليكي يا نجيبة بنت بتولي. ايه حدش حد على البنت ولا ايه؟ اسكتي يا فوية، البنت سمعت لي كتاب اللغة العربية كله، ما نسيتش حرف واحد. بنت عبقرية يا ناس، فلتة من فلتات الزمن. يا اخويا، هي الفلتة دي ما نامتش من ليلة امبارح. انام بس ازاي يا ماما؟ انت مش سامعة شين وهي بتقول والامتحان ما ينامش غير البليد. شيرين ايه ده؟ محمد قنديل. يقنديلك يا فوية. شادية انت راخر. شادية معلش، اصل انا مش مركزه غير في المنهج. انا اسفه يا خالتك. ده انا امك يا دنايا متولي. انا خايفه على البيت يا اخويا، البيت مش فاكراني يا متولي. انا مش عايزها تفتكر غير ده ولا تحفظ غير ده. بالك يا فوقيه، امبارح وانا بقدم لها كوبايه الشاي قالت لي متشكرين قوي يا محمود. قلت يا واد متولي ما تلخبطهاش ومشيها محمود، بس المهم النتيجه. اصلها كان بتحفظ محمود سامي البارودي. مش محمود سامي ده اللي كان جارنا في المانيال؟ مانيال يا جهله، محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي شاعر مصري من اصل شركسي. الله اكبر، يلا يا فلته. مانيال يا جهله. انت نجيبه بتعملي ايه عندك؟ بقولك يا ماما، هي الخصخصة تعني إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص ولا بين القطاع الخاص والدولة؟ وانتي يا اختي كل يوم هتقعدي فرشالي فرشة الكتب دي؟ يا ماما أنا براجع. تراجع إيه يا اختي؟ ده الامتحانات خلصت والنتيجة قربت تطلع. وترد على التليفون يا غوية. يا بنت عاشق بنتك، الله يلعن الثانوية العامة هتبقى داخلة. الله يلعنك أنتِ، إنما بنت ربنا يحفظها جت في البلد تجوز. ألو أيوه أنا متولي الخولي. ايه؟ مين معايا؟ مين؟ كلام وزير التربية والتعليم شخصيا؟ ايوه سعادتك، نجيبة بنتي؟ مالها نجيبة بنتي؟ ايه؟ طلعت الأولى، أصلها يا معلمة. فرحة يا باشا، قول لسعادتك هي جابتك. ايه يا بابا؟ معايا وزير التربية. معرفوش عايز ايه؟ نجحت يا بنتي. جبت كام؟ 101%. بس؟ معايا الوزير. بنتي. الله يبارك فيك يا حبيبي، متشكرين قوي. حكومتك طلعت الاولى في جميع المراحل التعليميه، يعني كده بقت هاتريك وزاره التربيه. حاسس كده بقى؟ ايه ده؟ ده 100 جنيه حساب السائع. ده انت اللي سائع. 100 جنيه يا هلا. الله، ده انا فاكرك بتحييني. ليه وانا اعرفك؟ طب لما تعرفنيش ايه اللي جابك عندي يا جزمه؟ يا اوعى ما تزرجنش، توكل على الله. ألف مبروك يا سعر ست النظرة. بسرعة أنا حموت يا أختي. بعد الشر عليك، حموت من الفرحة يا أختي. اسم الله، أمال عروستنا فيها عشان أبارك لها. بنتي فين يا نسوان؟ شوفي يا نجيبة يا حبيبتي، أنت بكرة الصبح إن شاء الله هتطلعي في صباح الخير يا مصر، ومعالي وزير التربية والتعليم شخصياً
هيتصل بيكي على الهواء مباشرة. ما هو لسه قافل معايا من شوية. هي صورة ايه؟ صباح الخير يا مصري. ده البرنامج اللي بيطلع في التلفزيون كل يوم الصبح. برنامج ايه؟ لا مؤاخذة ست النظرة، اصل بنت نجيبة ما بتشوفش التلفزيون خالص عشان بتركز في مذاكرتها. بسم الله ما شاء الله. هو برنامج يعني هيسألوك اسئلة وانت ترد عليها. شفا ولا تحريري؟ لا شفا ولا تحريري، ده مجرد اسئلة كده عامة، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيقدرك وتجاوبي عليه. اسئلة في المنهج؟ يا حبيبتي مش في المنهج ولا حاجة، دي معلومات عامة كده. بس الحاجات دي انا ما خدتهاش، وما ينفعش امتحن في حاجة انا ما ذاكرتهاش يا ابله. مش امتحان، مش امتحان يا نجيبة، دي قاعدة زي اللي احنا قاعدينها كده بس ما فيهاش الناس دي، وهيسألوك كلام زي اللي احنا بنقوله دلوقتي واجاوب عليه ازاي يا ابله. اسمعي يا نجيبة بنتي، فاكرة كراسات الوزارة بتاعت زمان بتاعتي؟ فاكرة النصايح والارشادات اللي مكتوبة في ظهرها؟ هي دي. ده حافظها سما يا بابا. خلاص يبقى هو ده بالظبط اللي هتقوليه في البرنامج. ايه مالكم مكتوبين كده ليه؟ انت مالك يا عم في حاجه؟ الله بتقوم يا فويه، قومي شغلي حاجه نسمعها وهيصه وصدقها. مشاهدين الكرام، معادنا دلوقتي مع فقرة مهمة جدا. الحقيقة أنا سعيدة أني موجودة مع ضيفتنا وضيفتكم النهاردة، نجيبة متولي الخولي الأولى على الثانوية العامة. نجيبة حصلت على 101%. برحب بحضراتكم، اسمحوا لي أصبح على الأستاذ متولي الخولي والد نجيبة. أهلا بيك. ونجيبة طبعا منورانا في استوديو صباح الخير. أبتدي كلامي وأشكرك على المقدمة الجميلة دي. طبعا والأستاذة صباح نظرة مدرسة بين السرايات الثانوية، أهلا بحضرتك. أهلا بيك نجيبة. الحقيقة في بداية كلامي يعني أنت ما طلعتيش الأولى على المدرسة ولا على المنطقة ولا حتى على المحافظة، أنت الأولى على الجمهورية، ويمكن معلوماتنا بتقول انك انت كنت الاولى في المرحله الابتدائيه والاولى كمان في المرحله الاعداديه وقررتي ده في الثانويه العامه. عايز اعرف منك قدرتي تعملي ده ازاي؟ العلم هو الوسيله الوحيده التي يرتفع بها الانسان الى مراتب الكرامه والشرف. مظبوط. وايه كمان يا نجيبه؟ التدخين يدمر الصحه وبدد المال، اغسل يداك قبل الاكل وبعده، تعمل على نفسك من الامراض المعديه. شفتوا؟ حطت ايدها على نقطتين هامتين جدا وفي غاية الخطورة، التدخين وغسيل اليدين، لان العقل السليم في الجسم السليم. بنتي نجيبة طول عمرها نجيبة، اسم على مسمى. بنتي بسلام. دي بقى سيدي نجيبة متولي الاولى على الثانوية العامة، عمرها ما خدت درس خصوص ولا استعانت بكتب خارجية. طب وبتلاقي وقت يا نجيبة تتفرجي على التلفزيون؟ ايه احلى حاجة بتحبيها في التلفزيون؟ قنوات النيل التعليمية ما اتفرجش غير عليها. طب مين نجمك المفضل؟ الأستاذ عبد السلام حسين بسيوني مدرس الجيولوجيا اللي بيطلع يوم الأحد والثلاث الساعة 5:10 على المتخصصة. يعني نفهم من كلامك يا نجيبة أنك مالكيش أي نشاطات، ما عندكيش أي هوايات خاصة بيكي؟ نعم. مبروك يا نجيبة مرة تانية، وبنتمنى لك التوفيق إن شاء الله في حياتك وتحققي كل أحلامك. بس في حاجة بس ناقصة لسه عايزة أقول. طب اتفضلي يا نجيبة، بس يا ريت بسرعة لأن وقت فقرتنا انتهى وده ميعاد النشر. من دعائم الديمقراطية أن تعبر عن آرائك بحرية تامة ولا تتدخل فيما لا يعنيك. شكرين يا نجيبة. عايزة تقولي حاجة تاني؟ لا كده خلاص الإرشادات كلها خلصت. طب بس قبل ما نختم بقى عايزين نعرف أنت ناوية تدخلي كلية إيه؟ الآثار. آثار؟ وش معنى كلية الآثار يا نجيبة؟ أيوة يا سوزي، المحروس ابنك اتنيل وسقط تاني، هعمل إيه؟ أنا غولي بغولبي معاه خلاص. طب اعمل ايه بقى؟ مدرسين وجبت له الامتحانات حتى سربناها له اللي انا دافع فيها دم قلبي. يتنايل يسأل تاني ليه؟ هو جنبك؟ هاتي اكلمه. ايوه وائل يا حبيبي. يا حبيبي ما تزعلش خلاص، تعوضها السنه الجايه ان شاء الله، بس تركز كويس قوي عشان تجيب نتيجه كويسه.
بقولك ايه، خد عربيتك بقى كده واصحابك وروحوا على الساحل الشمالي وهياصوا وتبسطوا على الاخر، وانا هبقى اجيلك في الويك اند ان شاء الله. يلا حبيبي باي، مع السلامه. كان الله في عونك يا حلمي بيه. نهايته، خلينا في شغلنا. انت شايف ايه بقى؟ انا شايف ان احنا ما قدمناش غير ان احنا نخفض 15% من عماله المصنع، والا هنكشف مش هنقدر نسدد لهم رواتبهم. طب ما تمشي انت عاوز تمشيه، وانا قلت لك لا. اه بس سيادتك لازم تمضي القرار. وماله؟ مؤاخذة ست ساعات الباشا من فرحتي والله، أصل عقبال عندك بنتي نجحت في الثانوية العامة، دي جابت 101% وطلعت الأولى. الأولى بس بس أهو. يا رامي، قرار مجلس الإدارة. قرار السيد رئيس مجلس الإدارة رقم 27 لعام 2009، قررنا الاستغناء عن الآتي أسمائهم نظرا لعدم حاجة العمل إليهم، وهم مصطفى زيدان، محمد بركات، محمد أبو رواش، عزت منسي، علاء نبيل، عاطف بدوي، مصطفى طنطاوي، جمال فلاح، حسين المناديل، سيد سلام. اتولي الخولي، ايمن ابو علي، سيد الراي، باسم حسن، حسين الرزاز. وقد انجب رمسيس الثاني 111 ولد، اسمائهم كالتالي: خاء ام وست، ميرنا بتاح. يا بنتي دي بتذاكر في ايه؟ هي الكليه يا اخويا لسه دخلت. دي كتب كليه الاثار بتاعت سنه اولى، كانوا بيتباعوا على الرصيف، قلت تتسلى فيهم لحد ما تخش الجامعه. وقد انجب ابن حطب الثالث 140 ولدا وبنتا. انجب هو ايه؟ و140 عيل؟ هو سيئ من حطب ده كان بيصرف على العيال دول كلهم منين بس؟ الاهرامات والمعابد يا بابا كانت مشاريع قوميه للقضاء على البطاله في مصر القديمه. طب وفي مصر الحديثه احنا لا بنعمل اهرامات ولا بنعمل معابد ولا بنعمل حاجه خالص. نعمل ايه دلوقتي يا متولي؟ بنتي اخويا ما عندهاش هدوم تروح بيها الكليه، ولا احنا معانا فلوس ندفع لها المصاريف، ولا نجيب لها اي حاجه، ولبس المدرسه كان لاممها. هنعمل ايه دلوقتي بقى في الكليه؟ اللهم اصرف عنا شر ما قضيت. نعم حضرتك، انا جاي اشتغل سكرتيره على حسب الاعلان نشرته في الجورنال بتاريخ 14/7/2009، وكل المواصفات تنطبق عليا. بالراحه بس، واحده واحده عشان انا مش فاهم حاجه. انت مؤهلاتك ايه؟ دبلوم تجاره؟ لا حضرتك، انا اولى على الثانويه العامه 101%. والواحد ده جبتيه منين؟ مش عارفه. هلو هلو، اهلا وسهلا يا فندم. اي سمعت ان انتوا عايزين سكرتيره فعلا؟ اه طبعا، تربين سكرتيره ومبروك علينا فندم. بجد انا سو هابي. مستر ايه بقى؟ مستر اسماعيل. ميرسي مستر اسماعيل، ربنا يخليك. بجد انا فرحانه قوي. حضرتك الوظيفه اللي انت جايه عشانها انشغلت خلاص. اهلا وسهلا. ليه حضرتك، هي جايبه كام في الميه؟ هي جايبه واحد بس. ميرسي يا مستر، خلاص بجد انا مش مستر، انا سهابي بجد. وانا كلنا سهابي، الشركه كلها سهابي. انا نجيبه متولي الخولي، الاولى على الثانويه العامه، وعده اشتغل الاولى على الثانويه العامه. ويا ترى عندك فكره عن طبيعه عملنا؟ انا حافظه المنيو سم، دينر بوكس، وجبات عائليه، اصناف جانبيه، حلويات. انا عندي هنا كل المؤهلات. شايفه اللي هناك ده؟ بكالوريوس هندسه. الكاشير ده بكالوريوس تجاره. حتى بتوع الدليفري صنص اداب وبكالوريوس علوم. الثانويه العامه بتاعتك دي ما تاكلش عيش. تشتغل ازاي في المدرسه يا نجيب؟ والكليه اللي هتدخليها؟ لما يكون عندي محاضرات الصبح في الكلية أبقى أجي الفترة المسائية. مش عارفة يا نجيبة هتركزي إزاي؟ والله يا أبلة صباح أنا هركز، أنا خلاص قربت أخلص منهج أولى آثار، أنت مش واثقة فيا؟
انا فعلا محتاجاكي معايا، عندي نقص بقى في مدرسين الابتدائي. هجيب لك السلسله من الوزير وتشتغلي معانا بالقطعه وتاخدي على كل حصه 4 جنيه. ربنا يخليكي قبل صباح. بس لازم تعرفي حاجه مهمه قوي، ده هيبقى مجرد اختبار فاهم ولا لا، وان شاء الله لو نجحت فيه هنوديك عاد وتبقي معانا على طول. انا هخليهم لك زي البربان، هخليهم ياكلوا مناهج اكل. لازم تعرفي انك انت هتدرسي الفصل 6 رابع، عيال زفت واطران ما يعرفوش يكتبوا حتى اسمهم، كل مدرسين المدرسه فشلوا معاهم. سيبهم لنا بس. شفتك النهارده وانت بتدرسي الاولاد في الفصل، ما شاء الله بقوا حاجه تانية خالص. مش سيا قبل صباح. بقول لك ايه، روحي بقى يلا عشان تقبض المرتب. قبض نجيبه متولي. انت الشهر ده درستي 170 حصه، الحصه ب4 جنيه يبقى 680 جنيه، هنحسب منهم 20 جنيه ضريبة مبيعات يفضل شوية دول. الله يبارك لك ويبارك لنا معاكي يا نجيبة. السلام عليكم. سلام والرحمة. بابا ازيك يا بابا؟ الحمد لله انا كويس يا حبيبتي، انت تمام؟ الحمد لله. بابا انا قبضت مرتبي النهارده. مبروك يا حبيبتي. وانا قصرت في حاجه انا جيبها يا بنتي؟ مستوره والحمد لله. عادي يعني يا بابا، ما انا وانت واحد. خلي فلوسي دي ليكي، وعلى فكره انا سايب مع امك قرشين عشان تنزلي انت وهي النهارده تشتروا هدمتين حلوين كده للجامعه. يلا حبيبتي. ماما ماما
الله، تيجي ندخل نجيب كتاب من دول؟ كتاب ايه يا نجيبة؟ تعالي نشوف الهدوم. الله، حلوة. لا يا ماما. حلوة ايه يا نجيبة؟ شبه هدوم المدرسة. النبي يا ماما، حلوة قوي، حلوة قوي. النبي يا ماما، عدا ده، عدا ده، عدا ده. حاضر يا حبيبتي. النبي يا ماما، ده. ما طيب خلاص، تعالي. والله وعشت وشفتك يا نجيبة يا حبيبتي في الجامعة يا ضنايا. بسم الله ما شاء الله، مبروك عليك يا فلتة، تعيشي وتدوبيهم في عرق العافية يا بنتي. بقول لك يا نجيبة، أنا عايزك في كلمتين. حاضر يا بابا. نجيبة، شايفة القبة دي؟ من وانت في الحضانة وأنا بشاور لك عليها، دي قبة الجامعة. أنا ما يهمنيش خالص إنك تاخد الليسانس أو إنك تتعيني معيدة ولا أستاذة، دي حاجات مفروغ منها، وأنا واثق إنك تقدري تعمليها بصباع رجلك الصغير. إنما اللي يهمني ويعنيني فعلا إنك تبقي رئيسة القبة دي، رئيسة الجامعة كلها. عشان كده نجيبة، أنا عايزك تركزي في القبة. نجيبة، ركزي في القبة. حاضر يا بابا، هركز في القبة. أنا واثق يا حبيبتي إنك هتركزي في القبة. يلا يا ضنايا. نجيبة، عملت لك السندوتشات، لازم جبنا نستو. ايوه كده، الجيبه هتاكل منك حته يا لخبطي. حلوه قوي قوي. باي باي يا ماما. مع السلامه يا ضنايا. نجيبه، بقول لك ايه، بلا قبه بلا نيله، انت رايحه الجامعه، عايزاكي كده تستلقطي لك عريس ابن حلال وابن زواج وغني مقرش يا نجيبه، يشيلنا من الشقه اللي احنا فيها ضنايا، يكون في سنه رابعه عشان اوام اوام، ويكون عنده عربيه كده فيها فتيس غرز. غرز يا ماما؟ ايوه، عايزه اتفسح في الصحراء يا نجيبه. انت هتقعدي تفكري لي فيها؟ خدي السندوتشات اهو. سلامه يا دول. نجيبه العريس. ركزي في القبه يا نجيبه. ركزي في العريس يا نجيبه. القبه يا فلتة. العريس يا فلتة. العريس يلا قبة.
يابا. السنة أولى ولا عسل لسه ما نعرفش، بس في كام حتة جامدة عدوا من قدامنا. عرفوا بقى لينا بتابت في سنة أولى. يو ذا مان، دايما بتكلم من موقع لحد. ايه دي جامد. اوبا ايه بقى سنة الشرطة ايه؟ لعبة سنة دي قوي كده كلها سنة أولى. اسكيوز مي انطلق. ممكن معلش تقولي فين كلية الآثار؟ أنا نبيل الصفدي. هاي. عمدة كلية الآثار ومن أهم المؤسسين. هاي أنا هنا. شويتي في الكلية بولبول كابورليه. لأن عربياتي زي ما أنت شايفة كلها كابورليه. كول. وبتقش عربيات أم السقف دي. صيف شتاء فاتح السقف فاتح. يا جامد. يا بولبول. يا بولبول. هذا وقد بدأ عصر الأسرار في الدولة المصرية القديمة عام 3200 قبل الميلاد، عندما وحد الملك مينا القطرين الشمالي والجنوبي، مما كان له أبلغ الأثر على المعتقدات المصرية القديمة. فقد رأى المصريون القدماء في مظاهر الطبيعة العديد من الآلهة، وبنوا لها التماثيل العديدة ليتقربوا إليها ويقدموا إليها القرابين. الله، أنت بتكتبي إيه يا بنتي؟ أنا؟ أيوة أنتي. حضرتك بتقوله؟ بس كل اللي أنا بقوله موجود في الكتاب بتاعي. ما أنا حضرتك حافظة كل الكتاب بتاعك صم، تحب أسمعه لك؟ ما شاء الله. أنت اسمك إيه؟ نجيبة متولي خلد. أنت الأولى على الثانوية العامة. 101% يا ابن اللازم يا بيلو، شاطر البنت الأكشل في الدفعة، سيب لنا الأشكال دي. سافرت كل ما بيت، رحت مارينا، شرم، سيوة. Hey, let's do it. ممكن نطلع إمتى؟ Sure, anytime. بس فكك كده شوية، نضرب فيلم ميد نايت وبعد ما نسافر، أوكي؟ You're such a naughty boy. نجيبة. يلا يا نجيبة الحصة هتبتدي. الجرس فضل عليه ربع ساعة. يلا بلاش لكاع. انت اصلا ايه ده؟ ده في حاجة جريت بسرعة كده. دي دفعة أولى بس ضايعة السنة دي. دي الأولى على الثانوية العامة يا سيدي. واسمها نجيبة. نجيبة، قولوا ورايا. مصر من أعظم البلاد السياحية في العالم. مصر من أعظم البلاد السياحية في العالم. المناطق السياحية هي الأماكن التي تتوافر فيها الخصائص الطبيعية. المناطق السياحية هي الأماكن التي تتوافر فيها الخصائص الطبيعية. والمعالم الحضارية والأثرية. والمعالم الحضارية والأثرية. نعم. يعني إيه معالم حضارية وأثرية؟ انت مالك؟ الكتاب بيقول معالم حضارية يبقى معالم حضارية. انت حسبتي؟ ده كتاب وزارة يا ابني، كتاب وزارة. الدرس ده يتكتب 20 مرة في الكراسة وتيجوا حافظينه صم. سامعين؟ اتفضل يا حبيبتي. كده بقى 6 جنيه ونص. ازيك يا عم متولي؟ اهلا اهلا يا بسيط، بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. اشوفكم زي نجيبة بنتي يا رب. ما شاء الله الحال ماشي اهو. الحمد لله. والله لولا وقفتك جنبي يا سيد انا كنت لص. المكنه اللي انت بعتها لي دي جت لي نجده من السماء. اقعد اقعد. ها تشرب حاجه؟ لا يا عم متولي انا جاي عشان القسط. قسط ايه؟ مش لما يجي اول الشهر. ليه؟ الله اكبر، اقول حال ماشي. والست نجيبه كمان بتساعد. نجيبه بتساعد نفسها يا ابني، يا دوبك بتجيب مصاريف الجامعه. الحياه بقت صعبه قوي يا سيد. عايزه لسه الاسامي طلبت سرربوا عليه. مش معنى الولاد بس. اصل حضرتك عايزه اعمل بحث على ايه؟ هاني حسين رابع آثار، رئيس اتحاد الطلبة، وابوه وكيل وزارة، وعنده عربية فيت 128. ايه روح يقلبها توك توك اكسب له. يوسف عبد العاطي رابع آثار، عنده عربية مرسيدس
وابوه تم القبض عليه في قضيه مخدرات. خروبي مش سكتنا غيره. ما كده يا ماما خلاص سنه رابعه خلصت. يا بنت دعبش تاني. نبيل صبدي 25 سنه عنده عربيه بورش. ايوه وفي سنه اولى. اوه قاعد في سنه اولى بقاله 25 سنه يا نجيبه. يا ماما بيسقط بيسقط. ما قلت لك يا بنت مدي ايدك واتي من رابعه. كلهم مرتبطين في رابعه يا ماما. انا رجعت لسه اسم اسم. وده غني ده يا نجيبه من اغنى اغنياء مصر. ابوه بيشتغل ايه؟ حرامي. بابا حرامي يا ماما. وانت عرفتي ازاي؟ اصل انا دخلت على النت جبت معلومات عن ابوه. تحب اسمعه لك؟ عبد العزيز الصفدي اتهم في قضيه توظيف الاموال وحكم عليه بالسجن لمده 3 سنين وقضاء في سجن المطرح. بس خلاص خلاص مش قضى المده وخرج لنا بالف سلامه. نبتدي بقى مع بعض صفحه جديده. وده بقى هتتعرفي عليه ازاي؟ ازاي؟ ابتسمي له ابتسامة واسعة من بعيد، فهذا من شأنه أن يؤثر فيه تأثيراً لحظياً. فإذا لم يلتفت، فتعمدي أن ترفع صوتك حتى يسمعك، وكأنك تكلمين شخصاً آخر. الجو حلو قوي النهاردة. إذا لم يلتفت، فلا مفر من الصدام. يجب أن تصطدمي به وكأنك غير متعمدة. نظارات كعب كوبايه يا حاجه. وقد نظم احد شعراء عصر رمسيس الثاني قصيده رنانه تحدث فيها عن اخبار هذه المعركه، ونحن مدينون لهذه النصوص القديمه. انت ايه اللي بتعمليه ده يا نجيب؟ انت بتحب الواد نبيل ولا ايه؟ لا انا ما بحبوش، انا عايز اقرب منه بس مش اكتر. وفي احدى الروايات. وتقربي منه ليه؟ اشمعنى هو بقى يعني؟ يعني اذا كان هو يعني مش مرتبط او انا مش مرتبطه. اه دي انت داخله على كبير بقى الجواز على طول يا مز. دي مرحله لسه مش هتكلم فيها دلوقتي خالص عشان احنا لسه في سنه اولى. تفتكري ما ياخدوش جد ليه؟ ها؟ ما ياخدوش جد ليه؟ شايفاني بهطل؟ انا بهطل. يا نجيبه انت يا اللي بتلغي هناك. انا؟ ايوه انت. انا كنت بقول ايه دلوقتي؟ سوري يا دكتور كنت سرحانه شويه. اتفضلي اقعدي. انت ما كنتيش سرحانه يا هانم، انت كنت بترغي مع اللي جنب منك. اه انت النجيبه اللي جنب منها. اتفضلي من فضلك قومي قولي لي انا كنت بقول ايه. واستطاع رمسيس الثاني ان ينتصر في موقعه قادش، وكانت اول مره تستخدم فيها العجلات الحربيه. اه انا صحيح كنت بقول كده. اتفضلي اقعدي. يخرب عقلك حتى وانتي بتلوكي مركزة. بصي قدامك يا نجيبة. يا جماعة أرجوكم نهدى شوية. اتفضلوا استريحوا. الانفعال الزايد مش هيجيب أي نتيجة. يا فتحي بيه ولادنا هيجيعوا مننا. دي بنتي ريم من كتر الرعب اللي عايشة فيه بتعمل بيبي على نفسها. بيبي على نفسها؟ لا الا الحمام. دي كانت لدغه في حرف واحد، دلوقتي لدغه في كل الحروف. علي ابني بقاله 3 ايام ما بينامش، ده مخه هيضيع، نازل حفل ليل نهار، لا بياكل ولا بيشرب. كل ده عملته نجيبه. دي بنت صغيره وما عندهاش اي خبره في التدريس، ازاي تدوها مسؤوليه كبيره زي دي؟ دي منعاهم من الفسحه ومنعاهم من دخول الحمام. الا الحمام، المدرسه دي هتتفصل والنظره كمان هتترفد. أنا لا أسمح في ظل سياسة معالي الوزير الجديد أن يدار أي ولي أمر أو أي طالب. حمام؟ إلا الحمام. المناخ في مصر معتدل معظم أيام السنة. المناخ في مصر معتدل معظم أيام السنة. أغلى
قالت المناخ معتدل يبقى معتدل، مش هنفت المناخ يا بنت. معتدل وطياوه. جبت الطياوه دي منين؟ ها هتكتبي في الامتحان طياوه؟ هتكتبي في الامتحان طياوه؟ ترجع الطياوه. ايه استاذه صباح، انت لما جيتي تعيني البنت اللي اسمها نجيبه اللي كانت طالعه الاولى عشان تدرس، كنت مدركه ابعاد الموضوع ده؟ طبعا يا فندم، دي مجتهده جدا وبتقوم بواجبها على خير وجه. اتفضل عندي في المكتب يا فندم، انا لما تشرب قهوتك اكون ندهت لها. لا 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 لا، اولياء الامور عمالين يشتكولي، دي عامله رعب الاولاد. مش ممكن يا فندم، ده حتى الاولاد يعني من كتر حبهم ليها ما بينزلوش الفسحه. عشان حبساهم منعاهم من دخول الحمام. استحالة يا فندم، انا لازم اشوف الفصل بتاعها واعرف هي بتعمل ايه مع الاولاد. الفصل بتاعها فين؟ اهو يا جلوس جلوس يا اولاد. الاولاد عاملين ايه يا نجيبة؟ بتدرس لهم ايه؟ دراسات اجتماعية موارد وشخصيات. كمل الدرس. مصر من اعظم البلاد السياحية في العالم، لماذا؟ كلهم عارفين؟ طب جاوبي انت. لان بها المناطق السياحيه وهي الاماكن التي تتوفر فيها خصائص طبيعيه وبشريه ومعالم حضاريه واثريه. ما شاء الله، برافو برافو. انتوا وصلتوا لغايه فين في المنهج حضرتك؟ احنا الاسبوع الجاي نكون خلصنا المنهج كله. وباقي السنه هتعملوا فيها ايه؟ هنراجع اللي احنا حفظناه. كويس كويس. نجيبه، انت ليه بتمنعي الاولاد ان هم يروحوا الحمام؟ انا يا فندم ابدا، في حد يا اولاد عايز يروح حمام؟ واضح ان هم ما دخلوش الحمام بقالهم سنه، بيخف عليهم شويه النجيب. فريت امريكا هتطير مني السنه دي لو سقطت في الترم ده. شرط ابويا ان انجح عشان يخليني اطلع عند خالي في امريكا. عليكوا على نجيبه، هي اللي هتظبطك. وبمناسبه ايه ان شاء الله؟ بمناسبه انها بترسم عليه. ترسم عليا ازاي يعني؟ انا عرفت من لميا صاحبتها انها عايزه تتجوزها. يا نهار اسود، اقصر على نفسك لما نخش عليه. وانا هبص على واحده مجنونه زي دي ازاي؟ اسمع يا ولبي، مش نجيبه دي اسمها بيبدا بحرف النون؟ البيت حضرتك بتبدا بحرف النون. اوكي، تبقى خلصت يا معلم. مش فاهم. تقعدوا جنب بعض في لجنه واحده وهي تظبط لك الامتحان وهي هترضى تغششني. دي يغمى عليها من الفرحه لو طلبت منها اي حاجه، بس انت تسبل لها. تسبل لها ازاي يعني؟ احبها لما يبقى جنبك موز زي ده في الامتحان، يبقى انت اكيد عديت السنه دي يا معلم. وسافرت امريكا ما راحتش عليك يا ابن المحظوظ. ايه ايه الدنيا؟ حد شاف نجيبه؟ وانت بتسال عليها ليه؟ عادي يعني، في متحف الكليه. اوكي ثانك يو. ايه رايك في المفاجاه دي؟ نبيل، انا شايفك مدمجه مع الكوتش. دماغك جامد قوي. مين ده؟ دماغي خفرع. خفرع؟ خفرع، انا زي اللي سمعت الاسم ده قبل كده. ايه ده؟ انت ازاي في كليه اثار ما تعرفش مالك خفرع بين الهرم الاوسط؟ ربنا يفتح عليك يا شيخ. بصي بقى، انا فتحت موقف موضوعنا وقلت لنا في واحده عاوزه تتجوزني. قالت لي لسه لازم تنجح في الاول وبعدين نتكلم في الموضوع ده. طب كويس، يعني هي ما عندهاش اي اعتراض، ايه المشكله؟ انجح ازاي بس؟ يعني سيبها على ربنا وعليا. تعرف يا نبيل، العلم هو الوسيلة الوحيدة التي يرتفع بها شأن الإنسان إلى مراتب الكرامة والشرف. نعم؟ من دعائم الديمقراطية أن تعبر عن رأيك بحرية تامة. الكلام ده أنت جايباه منين؟ في ظهر أي كتاب من كتب الوزارة هتلاقي مكتوب إرشادات، دي مفيدة جدا، لازم تحفظها طم. يعني مثلا لو قريت الإرشاد رقم 9، التدخين يدمر الصحة ويبدد المال، أكيد ما كنتش هتدخن. وانا عمري قريت اللي في الكتاب لما هقرا اللي في ظهره ده. هم 10 ارشادات بس، تحب اقولهم لك تاني؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك. خلاص ميرسي ميرسي، خلاص.
الميك اب. خلاص يبقى هو كده اتدبس. اتدبس؟ بس انا ما احبش اضحك على حد. طب خلي بقى شهاده الوزاره دي تنفعك. خلي بقى شهاده الوزاره دي تنفعك. بس انت قلتي لي اقول له كلام البره المقرر. كان كلام تاني خالص يا نجيبه. كان قصدنا كلام تاني خالص. كلام تاني خالص ازاي يعني؟ كلام منين؟ انا طول عمري ملتزمه بكتاب الوزاره. فاكس ده ينفع في الامتحانات بس، بس في الحياه لازم تستعين بحاجات تانيه. حاجات تانيه؟ حاجات تانيه زي ايه؟ مرموزين نجيبة في ثوبها الجديد. نجيبة؟ نجيبة! ما بتشتغليش ليه؟ حضرتك احنا مأنتخين شوية يعني. مأنتخين؟ مين اللي يقدر يقول لي ما هي أسباب اندلاع الثورة الغرابية؟ قوم يا مأنتخ قوم. أصل عرابي كان معبي شوية من خديوي وتوفيق، ولما اتخنق منه راح واخد قرص وطلع على قصر عبد الدين وقال له بتفكك مني يا عم، ده احنا كلنا ولا التسعة شهد البطة السودة، وعليا النعم محد يعممني ولا الوزنة بعد اليوم. نهارك اسود ومنيل. ايه ده؟ حضرتك قصده لانه زل ولانه استعبد بعد اليوم. انسة نجيبة التزمي بكتاب الوزارة قراضي يا الوز الخديوي. يس يس. ما تصنك شهر. اوكي اوكي. استنيكي بكره عندي في البيت. اوكي انا هاجي عندك البيت بكره. يا حفله كده صغيره بمناسبه ارتباطنا. واو يس. ممكن اجي معايا حد بكره؟ اوكي قوي. اوكي سي يو. باي باي. يس كول مي. اوكي اوكي. هاي داد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا بنتي. ايه ده؟ ترعبي فوقيه. مين دي؟
صاحبة نجيبة؟ سلام تشوف يا متولي، دي نجيبة نفسها. نجيبة بنتي؟ اه. لا والله. ربنا. اه. نجيبة! أنت يا بنت الكل! يس داد! وأنت يا بنت اللي نزلت بالعربية اللي وقفت قدام البيت دلوقتي؟ يس! ومين الواد البسكليت ده اللي وصلك؟ أنت في الكلية داد! نعم يا أختي، أنت مهني إيه؟ زميلة في الكلية داد! وإزاي تسمح لزميلك إن هو يوصلك في وقت متأخر زي ده؟ بقول لك إيه يا ميتو؟ كبر الجمجمة وفكك من اللبش ده! يس! ايه يا فكر من اللبش يا يعني روق نفسك، اشوفك في بيت العدل يا نجيبه يا بنتي يا رب. اشوفكم بيت الاشواح ان شاء الله. بنت نجيبه انت بنت طيب انت كنت فين لغايه دلوقتي مع الواد اللي مش كويس ده؟ طيب في الديسكو داد. ديسكو؟ ايه الديسكو ده؟ ديسكو مكان يسهرون فيه يرقصون يسكرون يرتكبون الرذيله. الله اكبر، هي وصلت الرذيلة. طب انا هوريكم الرذيلة. روح يا بنت ماشي. طب انا واقف لكم هنا بقى، وروني هتخرجوا ازاي، ومش هفك لي من اللبش، ومش هكبر الجمجمة. شهر العسل فين؟ كوبا أو ماليزيا؟ كوبا ولا ماليزيا؟ وممكن جمصة، بيقولوا شاليات هناك جامدة جدا، بس هو الناموس. ناموس؟ نجيبة أنا خايف إن الحلم الجميل ده ما يتحققش لو ما نجحتش. إن شاء الله هتنجح، مش هسيبك. كل الأسئلة ها؟ ياه شهور. الإجباري والاختياري. طبعا. إيه الصوت ده؟ في صوت. ده ينجح التسليم ورا بعض. انا ورقتي بيضا. ثانيه بس، السؤال التالت وخلص وعلى طول هتجيلك. ثانيه اي حاجه، احنا عايزين مقبول بالعافيه. طب اكتب عندك اول سؤال. تعتبر الملكه يا حطب هي الملكه الام للاسره الرابعه؟ اكتب. نجيبه انا مش فاهم ولا كلمه منك، اديني شكلك كده غصب. بصي مش خلصتي؟
هات الورقه بتاعتك دي. نو خد الورقه بتاعتي وجيبي لي الفرقه تضيع ليه. يلا لا 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 بقى لنا انا بس عشان الحلم الجميل ده يتحقق. بص عليا انت كمان بص قدامك. استغفر الله العظيم. ايه ده؟ مش كاتب اسمك ورقم جلوسك ليه؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك. اللي ناسي يكتب اسمه يكتبه. فاضل 5 دقايق وهنلم الورق. انا خلصت. غلط على فكره. الوقت خلص. الوقت خلص. أنا مش قادر أصدق. هو اللي حصل ده حصل بجد ولا أنا بيتهيألي؟ نجيبة الفلتة تسقط؟ إزاي؟ ده أكيد كابوس يا فوقية. الأولى على الثانوية العامة تسقط وفي أول ترم؟ مش ممكن. مش ممكن. ده انا مراجع لها الكتاب كله ليله الامتحان وكانت حافظاه بالحرف وبالكلمه. طب ازاي ده حصل يا ناس؟ ازاي ده حصل؟ تسكت بقى يا متولي. البنت قافله على نفسها طول النهار. انا خايفه تعمل في روحها حاجه. عليا من الصرمة. والله اللي بديك بتكزمة لما اشوفك. واحد الله يا اخويا بس امان. كلك لقمة وبكرة ربنا يعدي. ومين اللي نفسي يشرب ولا ياكل بس؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. استغفر الله العظيم. ليه كده يا بنتي؟ الو ايه؟ اصلي يا نومي انا كده مبسوط وجعنا السنه دي من غير مجهود. عشنا السنه بالطول والعرض هنعمل حفله تهز الارض. اتجمعنا كلنا النهارده وده اكبر دليل. مبروك على المدى اللي خدت فيها بتشيل. When you start take what you're waiting up, move your body and never ever rest right. When you see yes you get a send up. When you hear us put your hands up. نون ألف جيم زائد حا ناجح طاير من الفرحة. ناجح يرفع ايده أعزائي المستمعين. يلا كله يرقص في الشمال ويمين. عشت حياتك عملت لنفسك ايه؟ أسيبنا وتقلب يا بختك يا ابن ايه؟ سامع ليا. يلا كل يركز خلي ود مع الاغنية. يلا يلا كله فوق مع السقفة. لا 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 مش عايز ايدين واقفة. قديم الجماعين في الحفلة مايسين. شباب بنات كلها جنبي. رجوكم الروتين خليكم صحصحين. وللمزيكا دايما سامعين. ترزيع تخبيط تنطيط عالبيت. نجيبة اهلا نجيبة. مبروك يا ابو الكباتن. مش كنت تعزمنا؟ معلش نجيبة اصلا I was very busy. انت ما تردش على تليفونك ليه؟ بقالك 10 ايام مختفي. أصلي بأصل. أصلي إيه؟ قصدك قلة الأصل. نجيبة أرجوكي أنا بتكلم معاكي بعدين وأشرح لك كل حاجة. أوكي؟ تشرح لي؟ أنت صدقت إن أنت طلعت الأول ولا إيه؟ حضرتك جاي إمتى إن شاء الله؟ أجي فين؟ تيجي عشان تتقدم لي عشان تخطبني. مش ده كان اتفاقنا؟ آه طبعاً أوف كورس نجيبة أوف كورس منورة.
هاي نجيبة بيبي، أنا زعلت قوي لما عرفت إنك سيئتي السنة دي. Hard luck. No problem. You can do it. No problem. أهم حاجة بس النبيل إن هو نجح وطلع الأول. Definitely baby. Oh my god. حرام. أنت ما تعرفيش إن أنا ونبيل اتخطبنا؟ إيه؟ إيه يا بيلا، أنت ما قلتلهاش ولا إيه؟ لا. أصلي أنت سافل وواطي وحقير وأنا هطلعين أهلك. Oh my god. سوري يا بيلو، اصل هي طلعت بيئة طحن. اوه انا بيئة، انا بقى هوريكم البيئة. يس خالد ابو سيف، المنسق العام لحركه خنقتونا. ها خنقتونا يا باشا. انت بتقول ايه يا كابتن؟ لا خنقتونا مش سعادتك، لا لا ابدا، خنقتونا ده اسم الحركه. اسم الحركه؟ وعايز ايه بقى يا عم الحركه؟ كنا عايزين تصريح سعادتك. تصريح بايه؟ تصريح عشان خاطر نقوم بمظاهره. لا يا راجل. ايوه. طب ما تقول كده من الصبح. ايوه. تصريح عادي يعني، تمشي في الشارع. أيوة. ومظاهره طبعا، وتهتف نهتف طبعا، والناس تمشي وراك. لما بقى. عشان تبقى في السليم يعني. يعني عشان خاطر يبقى كل شيء قانوني. طب يا حبيبي، التصاريح اللي بتطلع من عندي من هنا من الاسم تصاريح دفنه. قوم يلا روح اقف هناك. بالنسبه للحركه اقف هناك يلا. خلاص بالنسبه قوم يلا. الله يكون في العون يا فندم. اقف هناك اتفضل، اما تشوف اخرتها معاكم تعالوا. وايه دول كمان؟ تمام سعادتك يا باشا، دول خناقه يا فندم، كانوا سكرانين سكر بين يا باشا، فضلوا يطحنوا في بعض على المركب لما كسروا حتت. يا اهلا وسهلا. هاي هاي يا حلو قوي. لما انتوا طلبه جامعه ومستوى هاي، ايه اللي خليكم تعملوا في بعض كده؟ عاملين لي فيها بلطجيه؟ بالذمة ما انتوش مكسوفين على دمكم؟ لما انتوا تعملوا في بعض كده سبتوا ايه للصيع والمتشردين بتوع الحواري؟ نو بتاع الحواري انضف مني من سيادة الضابط. اخرس انت يا باربي. نو هانا مونتانا. اهلا وسهلا يا حاجة هانا. نو 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 نو، نجيبة متولي الخولي. ما انا عايز افهم بقى، انت هانا ولا متولي ولا الخولي؟ انت نجيبة متولي الخولي؟ يا yeah. الاولى على الثانوية العامة؟ يس 101%. لا انا مش مصدق نفسي. مالك انت وانت المتحدث الرسمي باسمها يا باشا؟ دي نبغه من نوابغ مصر، دي دي دي, دي كنز لا يقدر بثمن. وبعدين انت فاكره ان احنا اجيب لكم شجره واتنين ليمون بالمره بتوع ايدك يالا؟ يا باشا احنا التقينا قبل كده في صباح الخير يا مصر. اوه اي نو. فاكره ولا مش فاكره؟ ايوه طبعا. وبعدين انت كنت في الفقره الاولانيه وانا في الفقره اللي وراها عايز اسجل واقول شعر. اصل شعر الفقره الجايه بقى ان شاء الله هتسجلوا انتوا الاثنين في خلف الاسوار. اقف هنا كده. انت منين يا بت؟ من بين السرايات. بين السرايات ومقضيها واو وياس ونو واو. انت الاولى على الثانويه العامه؟ يا yeah. لا حول الله يا رب. ولما انت الاولى على الثانويه العامه، ايه الاستهتار اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ وايه اللي يلمك على عيال زي دي؟ وايه اللي يوديك اماكن مشبوهه وسهرات وخناقات؟ انت مالك؟ انا مالي؟ يا انت دي على الحبس. بالنسبه لخناقتونا، بالنسبه لخناقتونا بقى يا عم الخنقه. أيوه. انا احطك في اوضه الاكسجين عشان الخنقه. بس حضرتك اخلص. هاي الا هاي 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 يا حبيبتي، تاخدي صاروخ وتعملي معايا نافوخ؟ سانكس. بقول لك سيبك منها دي، سانكس ومانكس، سيبك منها خليكي معايا. ايه يا اختي؟ انا قلت له ما نطلعش المقطم. المقطم بقى لبش والحكومه هرشته، ما سمعش كلامي. انا مش عارفه ايه غايتهم في المقطم يا سماح. لا يا اختي، ما هي الحاجات دي تحب المرتفعات. يا سلام. ايوه وبعدين ما تقلقيش، ده يا دوب فعل فاضح في الطريق العام، يعني ما فيهاش اللي تقدر. لا ده انت كبيرك 3 اشهر وتطلعي، ولو وكيل النيابه حنين هيديكي شهر بس،
وبعدين يا اختي هي حبكت يعني في العربية؟ ايه هي العربية جديدة وبيزفرها؟ عاملين اللي فيها فتوات؟ ده انتوا ليلتكم قصادة هشبعتوا في الحبس لحد الصبح وهتلبسوا كرمشات كلكم وهتتعرضوا على النيابة. ساقم ايه؟ ايوه فندم. اهلا وسهلا سعاده الباشا. معقول يا فندم سعاده الباشا الكبير بيكلمني انا في التليفون شخصيا؟ دي فرصه سعيده جدا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، تحت امر معاليك يا فندم. لا اؤمر يا باشا اؤمر. مين يا فندم؟ نبيل الصفتي. مين هنا نبيل الصفتي؟ ايوه انا. اتفضل 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 يا بلبل، تعالى هنا يا حبيبي تعالى. لا يا فندم تحت امر معاليك يا باشا. لا يا باشا ده حاجه بسيطه والله يا فندم، ما نعرف ما بلغنيش يا فندم سعادتك. لا تحت امرك يا باشا، تحت امر معاليك يا فندم. تحياتي يا فندم. ايه يا بيلي مش تقول يا عم كنا حتى عملنا لك الاسعافات الاوليه يا اخي. يا سولفر غالي افندم صلاح باشا، نقي لي انظف بوكس عندك في القسم وخد البهوات توصلهم لحد البيت وتاكد انهم طلعوا السلم. انظف بوكس يا باشا. اتفضل اتفضل يا باشا. والله هو حضرتك نسيت نجيبه اولى الثانويه العامه. ايوه نازل معاهم نجيبه الاختبار الجديد بتاعت الثانويه العامه. اتفضل. حاضر. اخرس بقى يا عم خنقتونا. انتوا محبوسين ليه يا عفاف؟ اداب. واو يعني احنا زملاء. انا اثار. اثار بتحب المناطق الصحراويه اكيد قفشوكي في الهرم. ايه الاسلوب البيئه اللي حضرتك بتتكلمي بيه ده؟ ايه يا مامي؟ ايه يا تيزا؟ ايه يا داجي؟ ايه يا حبيبتي يا بيئة؟ لا لما روحك يا عفاف وانتي وسماح، واللي يعمل لي قلق لسه ما اتخلق، واللي يتهور معايا يتهور. بس يا حمد بس يا حمد، نجيبة متولي الخوني افراد. اوانك تحد الحد يا بلدي، ما بين الحق والبهتان. وريتك تعالى يا بلدي، وريتك تعالى يا بلدي، ما بين الحق والبهتان. يعني انت يا نجيبة من الطبقات الكادحة؟ يس. اللي زي حالتنا يعني، اللي لولا مجانية التعليم اللي بيهاجموها دلوقتي ما كانش طلع واحدة عبقرية زيك. للأسف كل حاجة بالفلوس حتى التعليم، عشان كده ما تلاقيش رمز حقيقي. كل الرموز الحقيقيه في كل المجالات ما بقتش موجوده. صح، انت كلامك صح يا استاذ خير. انا عايز اقول لك مثال. يعني لو واحد اتولد في قصر وواحد اتولد في عشه، مش لازم الاثنين ياخدوا فرص متكافئه؟ طبعا. ساعتها هنحقق ايه؟ ايه هنحقق ايه؟ هنحقق ايه؟ العداله الاجتماعيه. يس. انا عايزك تسمعي دي ايه؟ مقطوعة شعرية من إلهامك انتي، مش من إلهامي أنا، من وحيك انتي مش من وحي أنا. عامل وفلاح ومقهور، تعرفني من طيني، بردان في عز الشتاء يا حكومة غطيني. بس الحكومة بقى سرقت بطاطين. أنا مصري؟ أنا مصري؟ مصري؟ ولا عراقي؟ ولا 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 فلسطين؟ مين دول؟ ما رأيك؟ دول الجماهير العريضة والجموع الغفيرة اللي محدش حاسس بيها. أنت معايا يا نجيبة؟ شور! يس! عامله ايه؟ عامله ايه؟ فين يا بنت؟ انا مش معاكم، انا مع الطبقات الكادحه، انما انتوا اللي بتشتروا التعليم بالفلوس. انا هناك مع الشعب. نجيبه، ازمه بين المحليات ومدير المدارس بسبب خطه انفلونزا الخنازير. المحبوب لا نرضى باي تجاوز
وسنتصدى له. لا في ايه بس؟ بص بقى ست، يقولك في حاجه فوقيه. ايه متولي مالك يا اخوي؟ انت من يوم ما اترفدت من المصنع وانت بقيت اوت اوف فورم. ايه اوت اوف فورم دي؟ اوعى الخوفيه عشان الخرازير. يعني لياقتك الفنيه ايه؟ الملعب موحشكش؟ لا طبعا وحشني قوي يا حبيبتي، بس للاسف مش هقدر العب النهارده، اصل عندي شد في العضله الخلفيه. يا عضله، يا خلفيه. الاصابه دي بتطول يا كابتن، وجمهورك له حق عليك. ولا ايه؟ خدت كارت احمر من المصنع ومن البيت كمان. وانا لما كنت في الشغل يا فوقيه قصرت في اي حاجه؟ وبعدين بطلع عبط وطي صوتك، البنت بتذاكر. اما هو سمع لها. سمع لنا الاول. سمع لنا الرعد في ودانك يا بعيده. انت موليه ما عندكيش ريحه الزنس. بقول لك شد في الخلفيه. الو الو. ايوه يا نجيبه. ايوه يا خالد. قريت الكتب اللي انا جبتها لك؟ انا بقرا اخر كتاب اهو. فهمتيهم؟ حفظتهم صم. طب ما تنسيش تجيبهم لي معاكي. انا عمري ما بنسى حاجه. طيب يلا اشوفك بكره. سلام. وكان لليسار دائما دوره في مهاجمه المؤامرات الاستعماريه ونشر الوعي الجديد بين الجماهير ورفع رايه المقاومه. ينفع كده برضه يا فوقيه؟ انا حاسس ان خنازير البلد كلها بتعضعض في جدتي. يا ولية اهدي شويه عشان البنت تعرف تركز. انا مش عايزه البنت تركز، انا عايزاك انت اللي تركز يا متولي. البنت بسم الله ما شاء الله شاطره وبتنجح، عايزك انت كمان تنجح زيها يا متولي. طيب حاضر ماشي. طب اهدي بس. طب سمين حاضر تعالي قربي كمان. استريحتي؟ ايه يا عم ده؟ بسخن، وفي لعيب بينزل الملعب من غير ما يسخن؟ ايه متولي انت بينك طالع لبنتك يا راجل. حافظ مش فاهم يا راجل. انت عارف اللي عملته ده؟ تاخد عليه صفر. ليه يا اختي؟ داخل كاس العالم. انت بينك مش هتيجي بالذوق. تعالى يا وليه. تعالى. انت بينك ليلتك مش معديه فوايه. ان العمال والفلاحين هم اصحاب المصلحه الطبيعيه في الاشتراكيه، وهم مفجروا الثوره. بابا تفتح دي بنت حلال مصفي، جيت في وقت كفرت. انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تعمل كده؟ اسال امك. استر عليا. امي مالها؟ امي مالها؟ هي اللي انت ازاي تقبل بالوضع ده؟ يا بنت ده وضع طبيعي وعادي، ما فيهاش حاجه، بكره تكبر وتعرف. يا بابا ازاي يرفضوك من المصنع وما تقومش بثوره؟ ثورة. ثورة ايه اللي هقوم بيها؟ ثورة ايه؟ وقادر يتحرك من مكانه ده؟ خلاص سلم نمر. فوقية انا بقول لك قدام بنتك اهو، موتي وسمي الكلام اللي بيعمل معنا ايه. الاهرامات، هنا عند سفح الاهرامات مات الاف العمال المصريين الكادحين، لان مصر الفرعونية كانت دولة رأسمالية يتحكم فيها الاغنياء الأغلبية الساحقة من الفقراء والمهمشين. حتى لا نلقى نفس المصير لازم نعترض، لازم نقول لا. الحرية الحرية، مصر هتفضل غالية عليا. الحرية الحرية، مصر هتفضل غالية عليا. الحرية الحرية، مصر هتفضل غالية عليا. صعبان عليا الناس، قلبي وكلمي عشان تخلف وفقر وجهل وبطالة ومرض وقهرة يا نبيل. مفيش غير حل واحد، اشتراكية. اركبي 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 يا نجيبة. يلا اركب. فين اركب؟ في العربية دي. دي عربيتك؟ عربيتي. ايه رأيك؟ هو انت يا ساري ولا اشتراكي ولا رأس مالي؟ من الكادحين يا نجيبة. انت متكادحين؟ عندك العربية دي وتبقى متكادحين؟ الله أكبر الله أكبر يا نجيبة، في إيه؟ السم في اللسان. اركبي يلا. انت بتشتغل إيه بقى؟ أنا المستشار الإعلامي لحزب العمال فاقدين الأمل، والمنسق العام لحركة خناتونة. خناتونة؟ ورئيس لجنة حق تقرير المصير. ده غير ان انا عضو في اللجنة الفرعية لاتحاد الفلاحين. ايه ده؟ يا تران يا اولاد التيران ماشيين في الشارع ليه؟ يا حيوان يا ابن الجزمة، ايه ماشي من اوضه النوم على الحمام؟ ايه يعني ما نعديش؟ انت
ده حمار جاري الحمار يا ابن الصرمه. دول بهايم. دول ايه؟ بهايم. بهايم. وبعدين ده حافي. ده ايه؟ حافي. 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 يا حافي. يا حافي. ده غير ان انا وكيل منظمه حقوق الفقراء والجياع ومراسل صحفي في وكاله بي ام اي وبكتب عمود اسبوعي في اخبار الغضب. الجواز ده نظام اجتماعي فاشل، رفاهيه تكنوقراطيه غير مرغوب فيها. يعني ايه اتنين يكونوا بيحبوا بعض ويقيدوا نفسهم باغلال هما في غنى عنها؟ يعني عندك مثال مثلا جان بول. بول؟ سارتر. سارتر؟ سارتر وسيمون دي بوفوار الاتنين كانوا بيحبوا بعض وعاشوا حياة سعيدة بس من غير جواز. يا سلام. ايه ده؟ يعني انت عايزنا نعيش مع بعض من غير ما نتجوز؟ يا نجيبة يا نجيبة فهميني، احنا رافضين هذا المجتمع ولا لا؟ رافضين كل قيمه ومبادئه وأعرافه ولا لا؟ يبقى ايه يهمنا بقى انه يبارك علاقتنا؟ شراب يا نجيب. انا شراب؟ شراب في بقك يا جزمة. اخرسي اخرسي خالص. احنا مش هنتكلم في الموضوع ده تاني لغاية وقفة 6 فبراير المجيدة. وصدقيني لو ما دخلتش السجن اوعدك هنعيش حياة جميلة زي بول وسيمون. بقولك ايه، انت ضروري بكره، بكره ضروري جدا تعدي عليا الساعه 8 بالليل. ساكن فين؟ انا هنا جنبك في وسط البلد، جنبك في شارع 5 شارع محمود بسيوني. عايزين نظبط الوقفه. الوقفه. وقفه ايه؟ بتاعت فبراير. ايه حتى عايز تستنطق ولا ايه؟ لا 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 عايز اطرش. طب روح استفرغ هناك. لا عايز اتقاية. ايه هروح اقع واجي. ايه القرف ده؟ حاضر جاب. مساء الخير. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، جايه في ميعادك مظبوط. اصل انا بقدس المواعيد. عظيم، اتفضلي. معلش ثانيه واحده. ثانيه واحده في ايه؟ اصل انا مش جايه لوحدي. نعم. أم سيد رئيسة لجنة المرأة. عبد الباسط زعيم الحركة النوبية. انت مين؟ مغاوري يا رئيسة. مغاوري أمانة الفلاحين. الأستا غباشي قائد العمال. دول تحالف جوه الشعب العاملة. أي وين دي؟ دي؟ دي الحلم، المستقبل. بكرة. بكرة؟ طيب بكره الوقفه. بس ايه وقعكم محمود؟ هو بكره وقفه العيد. ما هو اهو ايه بس خلاص خالص. بكره وقفه 6 فبراير. وقفه 6 فبراير اللي هتكون اللحظه الحاسمه في تاريخ الامه. 6 فبراير هنقول كلمتنا للعالم كله. الكلمة اللي هي ايه؟ خلقتونا. خلقتونا.
ازيك يا عفاف؟ ازيك يا حبيبتي؟ دوريا سماح، عفاف بتكلمني كده ليه؟ شوفي يا اختي، تصبح وتقبح، يعني مش فاكره عملت لها ايه المره اللي فاتت يا نجيبه؟ يا عفاف انا متعاطفه معاكوا جدا، انتوا ضحيه مجتمع فاشي. مجتمع ايه يا اختي؟ فاشي. يعني ايه فاشي دي؟ انا عارفه، انما اللي انا عارفاه دلوقتي ان انتوا لازم تنظموا مسيره صامته تعبروا فيها عن رفضكم لتجاهل الدوله ليكم. الله، حلوه قوي المسيره الصامته دي، ما فيهاش كلام، يعني كلها احاسيس ومشاعر، يعني تقفيش. نجيبه متولي الخولي. نعم. انجري قدامي. مش انت يا بنت نجيبه متولي بتاعت الثانويه العامه بتاعت بين السرايات؟ نجيبه متولي الخولي اولى اثار والاولى على الثانويه العامه و101%. طيب يا نجيبه، ما انت كويسه اهو، واحنا ما ورناش غيرك يا نجيبه ولا ايه؟ المره اللي فاتت كنت جايه لي مقضيها ياس ونو واو واو، مالك انت بالناس دي؟ ما تخليكي في مذاكرتك. خلقتونا. وانت مالك يا بنت باللي خنقوك ولا ما خنقوكيش؟ انت تعملي لي فيها شرعيه؟ انا مش شرعيه، انا يسار معتدل. الله يخرب بيتك بنت، انت انا مش ناقصك، ما تطلعيش العفاريت على اللي في دماغي عليكي. المره اللي فاتت يا عين ماما روحناكي بالبوكس المكيف لحد البيت، المره دي هتروحي بعربيه الترحيلات يا نجيبه، يعني هتروحي السجن ومش هتعرفي تطلعي امتى. انا مقتنع باللي انا عملته، ما يهمنيش ادخل السجن. هات الواد اللي عندك يا فرغلي وتعالى. اه باشا. تعالى روح ماما، عمل لي فيها زعيم سياسي وبتجند الشباب في المظاهرات. مظاهرات ايه يا باشا؟ انا ما اعرفش اي حاجه من اللي حضرتك بتقولها دي. وبعدين انا كنت في السينما، وخارج من السينما لقيت رجالتك الافاضل قبضوا عليا وجابوني لحضرتك، ممكن اعرف في ايه بالظبط؟ يعني انت كنت في السينما وما تعرفش الناس دي؟ ولا عمري شفتهم. ايه ده؟ يعني انت بتعرفنيش يا خالد؟ لا لا لا، مش واخد بالي، مش واخد بالي خالص. وبعدين يا فندم ارجوك وضح لي ايه اللي بيحصل بالظبط، انا مش فاهم حاجه خالص. اهدى كده، اهدى شويه واحكي لي بقى الفيلم يا حبيبي. استغفر الله العظيم. تعرف حضرتك انا فيها شيء لله، لان انا كنت هاجم النفس لحضرتك. ليه؟ لان مؤلف الفيلم اللي انا اتفرجت عليه كان بيحاول في الفيلم يشوه صوره رجال الداخليه، وده شيء مرفوض تماما. ليه؟ لان رجال الداخليه هما حراس الوطن، رجال الداخلية هم العين الساهرة على الأمة. أمة يا روح أمك. سامعة يا أبلة صباح، وساكتين كل ده ليه؟ قلنا يمكن الولاد مش عارفين بيقولوا إيه، لغاية ما حسن ابني دخل عليا امبارح وقال لي أنت برجوازي متعفن. حسن قال لك أنت برجوازي متعفن؟ أيوه. يا نهار أسود. وريم قالت لي خنقتونا. خنقتونا كمان؟ مش دي الحركة اللي يا نهار اسود يا نهار اسود. يا فتح بيه، الاولاد بيسيبوا المدرسة ويطلعوا في المظاهرات. مظاهرات؟ مظاهرات يا ابلة صباح، على اخر الزمن، تنظيم شيوعي في الستة ابتدائي. والله يا فندم الكلام ده فيه مبالغة، احنا عملنا امتحان تجربة لفصل نجيبة والنتيجة طلعت مبهرة. المسألة مش مسألة تعليم يا أبلة صباح، مش عشان ارتقي بالمستوى التعليمي للأولاد اتدنى في المستوى الأخلاقي والسياسي. احنا بنربي أولادنا ليه؟ عشان في الآخر يبقوا حزب وطني. السلام عليكم. وبركاته. ايه يا نجيبه، مش شايفاك يعني بقالك فتره في الكليه. معلش كان عندي شويه مشاكل. ولا يهمك، مش هتحل بمشيئه الله. الحمد لله. ليك عليا يا ستي ان انقل لك كل المحاضرات واجيبها لك لحد عندك. شكرا قوي. نجيبه، انا شفت نبيل وهو بياخد ورقه الاجابه بتاعتك وبيكتب عليها اسم. ولا يهمك، ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيظهر الحق وهينصفك يا نجيبه. طب خلاص بقى يا نجيبه، مش هنقوم نصلي؟ اه نصلي فين؟ في المسجد، مسجد الكليه. صبيا Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ جامدين؟ ربنا يفتح عليكم ويوفقكم ويكتر من امثالكم. النهارده يا اخواني احنا موضوعنا شباب والجامعة. سبحان الله، المرحلة دي ربنا سبحانه وتعالى بيدي طاقة جبارة للإنسان عشان يكون شخصيته ويرسم مستقبله. مش دي سيسي فتح الرقصة؟ ونذاكر ونصم ونحفظ ليل نهار عشان هدف ده. يا نحكي بنت يا مرة تخلط ليه ده؟ من الأوائل في طاعة وحب الله سبحانه وتعالى. كلنا بنموت نفسنا في المذاكرة عشان لما الأستاذ يسألنا نقف قدامه ونجاوب ويقول لنا هايل وبرافو، مش كده؟ هنقول ايه يا اخوانا؟ هنقول ايه لما نقف بين ايدين ربنا ويسالنا المولى عز وجل؟ هنقول له ايه؟ هنقول له كنا ملهيين عن ذكرك؟ هنقول له كنا قاعدين بنتشات على الفيسبوك؟ استغفروا الله يا شباب وادعوا معايا يا اخوات. اللهم اني اسالك نفسا مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم اجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي. آمين آمين آمين. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد. شوفي أختي نجيبة، أنا كده عرفت بالظبط إيه مشكلتك. المشكلة إنك بعيدة عن ربنا. يا أختي نجيبة سبحان الله، إذا كنت قضيتي حياتك كلها تحفظي في مواد أدبية وعلمية هتفيدك في دنيتك وده شيء كويس. مش واجب برضو إنك تتفقهي في دينك، تعرفي حدود الله سبحانه وتعالى. أنا فعلاً مقصرة يا أستاذ عامر. إحساس الإنسان إنه مقصر ده أول طريق الهداية. اتفضلي اشربي الأنسون. الكتب دي ومعاها السي دي أنا عاوزك تقريهم كويس، وإذا استعصى عليكي فهم أي حاجة منهم اسأليني. خدي الموقع بتاعي عامر حسان دوت نت واعملي لي اد على الفيسبوك. شكرا يا استاذ عامر. العفو، اي خدمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخت نصرة. مع السلامه يا استاذ عامر. نعم. خد بالك ان المنتج عاوز ياجل الدفعه. ياجل ايه؟ ياجل الدفعه. ياجلها ليه؟ هو مش واخد فلوس على قلبه قد كده من الاعلانات؟ مع السلامه في رعايه الله. قول له مفيش حلقه بكره. قول له كمان الشيخ عامر بيقول لك اعطي الاجيره حقه قبل ان يجف عرقه. يلا يلا. النار، من يكذب فهو في النار، من يسرق فهو في النار. درسنا النهارده عن الاهرامات، تلك الابراج المشيده التي بناها الكفار. أولياء الأمور خلاص بقى مالهمش كلمة على عيالهم، عايزين يصعدوا المسألة لمجلس الشعب. المسجد ده؟ المسجد؟ لا يا فندم، ده الفصل. الفصل؟ ده الفصل. صباح الخير يا ولاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار الولاد إيه يا أخت نجيبة؟ الحمد والشكر لله وسبحان الله وتعالى يا أستاذ فتحي، الأولاد بسم الله ما شاء الله، بالرغم من صغر سنهم إلا إن مستواهم يؤهلهم للحصول على الثانوية العامة. وحضرتك تقدر تسألهم. لا تؤاخذيني يا أختي نجيبة، لم آتي إلى هنا لأسألهم في المنهج، بس الحقيقة أهليهم بيشتكوا منهم إنهم بيردوا عليهم بشكل غير لائق. فين حسن محمود العرب؟ أنت قوم وقف. نعم يا أستاذ. إزاي يا ابني تكلم أبوك وتقول له أنت برجوازي متعفن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أعترف إني كنت مخطئا ورحت البابا واعتذرت له عما بدر مني وعفى الله عما سلف. ربنا يفتح عليك يا ابني، ربنا يفتح عليك. شفت يا فندم، شفت إنك أنت كنت متجني على الأخت نجيبة. شكرا يا أخت نجيبة، وبإذن الله وإن شاء الله هنصرف لك مكافأة. الأجر والثواب عند الله يا أستاذ. اتفضل يا فندم. قول وراي. قول وراي. اهلا يا نجيبة. تعالي يا دنيا، عندلك البامية اللي انت بتحبيها، حماتك بتحبك. قصدها حماتك هتحبك موت ان شاء الله. يلا فلت حبيبتي، يلا بسم الله. ياه، صايمة النهاردة كمان؟ ليه ان شاء الله؟ له اتنين ولا خميس ولا الستة البيض ولا نص رجب ولا طلعت شعبين. يا دنيا، ده انت اتمقدتي.
بكفر عن ذنوبي. ايه الكلام الكبير ده يا بنت؟ انت يا بنت ذنوب ايه اللي مكفره عنها؟ الذنوب اللي انا غرقانه فيها، الحرام اللي محاوتني من كل حته. حرام يا حرمة عليك عيشتك العيد. التلفزيون ده حرام. ايه يا بنت انت يا بنت التلفزيون ايه الحرام ده بيسلينا؟ الاباجوره دي حرام. بصر الاباجوره هوايه. الهاتف ده حرام. احنا بنتكلم ايه؟ اوعى صوتك. حرام. بصر الصوره. يا بنت المجنونه. الثلاجه دي حرام. دي بتسقع. الهبل يا بنت الهبل يا بنت علي يا بنت. واللبس ده حرام. ماله اللبس؟ لا. ماله لبسنا؟ لا بقى. الا اللبس. ليه يا اختي؟ ماله لبسنا؟ عمرك شفتيني لابس بضيع على السريتش ولا بنطلون سايط من على الوسط؟ ما طول عمرنا بنلبس عادي. ضمك امك ما بتعتمش بره البيت الا وطرها فوق دماغها. ماله لبسنا ان شاء الله؟ كفايه بقى، انا خايفه عليكم. خايفه علينا من ايه يا بنت انت يا بنت؟ الله دي محسساني زي ما اكون بوليس الاداب واقف على الباب. خش البس حاجه. ما تتلهي الدور وخلطت على الصعباطي. اسمع انت وهي. اخوك وامك قتلوهم انت وهي. انا مش هسيبكوا الا لما ربنا يهديكوا. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا عالم محلي يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك يا نجيبه. بس لا لا ما تتعبش. ربنا يهديك يا نجيبه يا بنت بتولي. مش كده يا ربنا يهدك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. حسبي على بنتك يا متولي. انت بنتي اللي قال الله. اتلبست. انت ايه؟ اتلبست. لبست. ما انت اللي ضيعتيها. انا اللي ضيعتها. انت اللي بوظتيها. اشوف لك يوم يا بويه. انا مالي يا زكي. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يقوي ايمانك يا نجيبه. اللي انت عملتيه ده ثوابك عليه عظيم. اهم حاجه بقى تثبتي على موقفك كده وتخليكي جدعه. انت نموذج الفتاه المسلمه الصحيحه. قريتي الكتب اللي اديتها لك؟ حفظتهم صم. جايبهم لي ليه؟ اديهم لحد تاني ينتفع بيهم، تكسبي ثواب هو كمان. مالك يا نجيب؟ انا حاسه اني بغضب ربنا يا استاذ عامر. المواد اللي بيدرسوها لنا في الكليه حاسه ان هتحاسب عليها في يوم القيامه. انا هسيب الكليه. لا يا نجيب، اوعي تعملي تصرف فردي. لازم تتشاوري مع زملائك عشان لو خدتوا قرار زي ده تاخدوه كلكم وفقت واحد. ان عياد الله مع الجماعه. طيب فكرتي بعد ما تسيب الكلية هتعملي ايه؟ مش عارفة. تتزوجي وتنجبي اولاد صالحين تربيهم تربية اسلامية صحيحة، ساعتها هيكون لك عظيم الثواب. انا عملت قناة فضائية دينية شبابية وعايزك معايا. انا تحت امرك يا استاذ عامر، بس اعمل ايه؟ هتشتغلي معانا داعية هتكسبي ثواب الدنيا والاخرة. داعية؟ بعدين انت عندك حضور وكاريزما وليكي حافظة بسم الله ما شاء الله عظيمة. مش بتدرسي الأطفال؟ أيوه. طيب إحنا هنحتاجهم في بعض المواد الدعائية والإعلانية. دول يفرحوا قوي. أنا فرحتي النهاردة ما تتقدرش بوجودي معاكم يا أولاد. أنتم يا أولاد أحباب الله، يعني ربنا بيحبكم. اسمك إيه؟ عبد الله. وفي سنة كام يا عبد الله؟ في سنة ستة. ما شاء الله هايل. وأنت يا حبيبتي اسمك إيه؟ اسمي ييم. ييم. ريم. ما شاء الله ربنا يفتح عليك يا ريم. شوف يا أولاد، في بعض الأطفال اللي هم مش قاعدين معانا دلوقتي ما بيرضوش يشربوا اللبن الحليب، ودول طبعا ربنا هيزعل منهم عشان دي نعمه ربنا. مظبوط؟ مظبوط. الله يفتح عليكم. عشان كده كلنا عايزين نشرب اللبن الحليب عشان نكبر ونبقى شداد كده وجامدين. صح؟ صح. حليب الخير. حليب الخير ده انا عايز كل واحد منكم يشرب منه كوبايه الصبح زي ما احنا هنعمل دلوقتي. يلا يا حبايب. ستوب يا جماعة، نشرب مع بعض، نرفع مع بعض. حليب الخير، حليب الخير، حليب الخير. ستوب. ايه ده شبهنا بالعيد؟ قلنا نرفع الكوبايات ونشرب مع بعض. وبعدين بقى؟ وبعدين انتوا تفهموش؟ قلنا حليب الخير، كل واحد هيتنيل يرفع ايده. سهلة. الله. يلا يا استاذ، يلا يا استاذ، عندي هوا كمان ساعتين. يا رب نخلص. يا استاذ اسفين، نركز يا اولاد، نعمله اخر مره. عظيم. اتفضل. اند اكشن. حليب الخير. اهلا بيكم ولقائنا اليوم من برنامج قرة العيون ومفرح القلب المحزون. مين معانا ان شاء الله؟ منار. 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 الله، اسم جميل قوي. انار الله طريقك باذن الله. معاك الاخت نجيب. الو. الو. اي يا منار، انا معاكي سامعاكي يا حبيبتي. ايه مشكلتك؟ بس وطي بس التلفزيون شويه. حاضر كده. كويس. ايوه. ايه المشكله؟ انا يعني يا اختي نجيبه بحلم بحاجات بتزعلني قوي من نفسي. يعني الاخ تامر حسني ده بيجي لي كتير قوي في الحلم. يعني استغفر الله العظيم، حتى في الاحلام مش عاتق. انصحك يا اختي منار ان توجهي قلبك وعقلك لما يرضي الله. حاضر.
وبدل ما تفكري في الاخ تامر فكري في مستشفى 57 357 والله اعلم. ولا اي حاجه هدى. الله يفتح عليك يا نجيب. الله يخليك. اه معانا اتصال تاني. انا شهيره. ايوه شهيره. ايوه. اه ايه يا حبيبتي سامعاكي. وطي التلفزيون شويه. اه اوكي. اصلي قابلته. ايه قابلتي مين؟ قابلت عماد. عماد مين؟ عماد متعب. عماد متعب. اه قابلتيه فين؟ قابلته في النادي ورا الملعب. اه وايه بقى المشكله؟ مش قادره احكي لكم حصل. اه لا دي بقى نستنى عليها بعد الفاصل. معانا بعد الفاصل. خليكي يا حبيبتي خليكي معايا على التليفون. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا نجيبه. حاجه تفرح. الاعلانات منال على البرنامج زي المطر. دليل على حب الناس ليكي. نعمة وفضل من الله. البركة فيك يا أستاذ عامر. البركة فيك أنت يا وش السعد. الحمد لله. شيد يا ابن شيد. اللهم ادمها صحة واحفظها من الزوال. اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. دي كورق يا ابني. مظبوط يا فندم. حطيت جوز الطيب. حطينا يا فندم. الله يفتح عليك يا ابني. كمان واحد مخاص يا ابني الله يخليك. امورنا حضرتك. انت بتاكليش ليه؟ الحمد لله يا استاذ عامر. شوفي بقى يا نجيب، انا جايبك النهارده عشان اعرض عليك امر. اذا حاز القبول عندك انا هصلي ركعتين شكر لله تعالى. امر ايه يا استاذ عامر؟ بقى انا استخرت ربنا نتقدم لك للجواز على سنة الله ورسوله. قلت ايه؟ بس ايه؟ بس انت متجوز اتنين يا استاذ عامر. وماله؟ شرع الله يبيح لي الزواج مثنى وثلاث ورباع، وانا ما استخدمتش من الرخصة دي غير مثنى فقط. خليها بعد الامتحانات يا استاذ عامر. ليه؟ خير البر عاجله. معلش يعني بعد الامتحان هكون اطمنت اكتر. يعني اعتبر دي موافقه مبدئيه. ربنا يعمل في الخير. بنى المصري القديم الاهرامات لاعتقاده في فكره البعث الى حياه جديده. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. والعوده الى الحياه مره اخرى. استغفر الله العظيم. اما فكره بناء المعابد القديمه فقد كانت لعبادة الشمس. استغفر الله. كذلك كانت فكرة المجلات التي هي أصابع ذهب تشير إلى الآلهة ومنها. استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم. أنت بتقولي إيه يا نشا؟ معلش يا دكتور أنا عايزة أسيب المحاضرة. ليه؟ مش هقدر أسمع كلام الكفر والإلحاد ده. ولما أنت بتسمعي مني كلام كفر وإلحاد دخلت ليه من الأول كلية الآثار؟ دخلت الجامعة ليه من أساسه؟ اتفضلي وما تحضري ليش تاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت بتقولي ايه يا بنت؟ هو يقول كلمة الحق يطرد؟ ايه؟ طب احنا بقى مش هنسكت وكمان هنعمل اعتصام هنا. وانتوا الاتنين كمان مش عايزكم تاني. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. دمروا رموز الفساد. دون الحرم فين الهم؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ايه النور ده؟ التوحيد والنور عندنا. نجيبه انت بتجيلي في الاحلام يا نجيبه؟ انت مفيش في حياتك غير الاسم ده اللي شغال عليه ولا ايه يا نجيبه؟ استغفر الله العظيم. عارفه لو عملت فيها رابعه العدويه ذات نفسها هحبسك يا نجيبه. يا فرغالي خد البيت دي على الحبس. افسحوا الطريق يا اخوات. افسحوا الطريق يا اخوات لو سمحتوا. تفضلي يا اختاه. تفضلي يا اختي نجيبه. نجيبه ازيك يا ابله نجيبه؟ جابوكي تاني ليه يا ابله نجيبه؟ استغفر
الله العظيم من كل ذنب عظيم، لو سمحتي يا اخت تخليكي في حالك ولسانك ما يخاطبش لساني. ان شاء الله على لسانك ما خاطب لساني، مالك؟ وبعدين يا حبيبتي انا مش اخت، انا اخ. يا اختي الاسود اللي لابساه لنا ده يمكن بتشتي مع الشرطه. ليه بس يا ميس كسف الطبيعه دي؟ عشان انت واللي زيك بكره هتتقلوا في نار جهنم. بكره هنتقلي، ويا ترى هنتقلي في الزيت ولا في السمنه؟ يا اختي اللي مش عاجبه شغلتي يحوش لي اجرتي. يا مالها قلبت علينا كده ليه؟ شوف انت وهي وعزة جلاله الله، لو ما قمتوا بعيد عني لاكون مسحه بيكوا بلاط الزنزانه. شفتي عايزه تمسح بينا بلاط الزنزانه؟ معنى كده ان الست دي نضيفه قوي. نجيبه متولي الخولي، هي فين؟ ما بتردش ليه؟ الشبكه واقعه؟ ايه لا حضره الصول، اصل صوتي المراه عوره. انت اللي عوره. سكلتك امك. ايه سكلتك امك؟ ما تسكلني امي براحتها، هي مش امي. استاذ عامر، ايه تعليق حضرتك على حصل النهارده في كليه الاثار؟ طبعا مسؤولين كلموني وكانوا فاكرين لا ليا علاقه بالموضوع ده. لا مش حقيقي طبعا، انا مش مع اللي الاولاد عملوه في الجامعه ده نهائي. يعني التماثيل اللي كسروها ديت مجرد نماذج تعليميه، مش معقول يعني هنبص لها زي ما كنا بنبص للتماثيل ايام الجاهليه، مش اصنام يعني. لا طبعا دي صوره مرفوضه، واعتذرنا قدام الغرب يعني اللي احنا غير متحضرين، وده مش حقيقي. اسلامنا دين سماحة وتعايش مع كل طوائف وفئات المجتمع. بالنسبة بقى لنجيبة متولي الخولي، انا فصلتها من القناة ولغيت البرنامج بتاعها، ان سياسة القناة بتاعتنا هي سياسة الحوار وليست سياسة العنف، والله اعلم. بنشكر حضرتك جدا يا استاذ عامر. انا اللي بشكرك على فكرة. انت عندك حضور وكاريزما وليكي حافظة بسم الله ما شاء الله عظيمة. ميرسي جدا. يا سعيد، انا مش عايز بنتي دي ما تخش المحطه. اتفضلي اطلعي بره بره بره. تستغربيش يا بنت، ده انا ابوك يا نجيبة، ابوك وحاسس بيك. ده انت حتة مني يا ضنايا، ما تعيطيش، انت ما غلطتيش، انا اللي غلطت في حقك. الذنب ذنبي انا، كان كل همي انك تفضلي الاولى، خليتك حافظة مش فاهمة، ونسيت اوعيك ان الدنيا زي ما فيها كويس فيها الوحش. عشان تقدري تميزي بين الصح والغلط لازم تفهمي وتشغلي مخك ويبقى ليكي رأيك وشخصيتك وتقدري تعتمدي على نفسك. أنا عارف إنك في محنة، بس أنا المرة دي حسيبك تتصرفي، وكتاب الله ما هقولك على أي حاجة تعمليها. وأنا واثق يا نجيبة، واثق إن أنت هتختاري صح وتعوضي كل اللي فاتك. يا بركة، مش صغيرة عليك دي يا جدي؟ دي بنتي يا حمار، دي جت فيي أنا. قرار مجلس جامعة القاهرة رقم 314 بتاريخ 26/2/2010 بموافقة مجلس التأديب بخصوص واقعة الاعتداء على متحف الكلية، تقرر فصل كل من الطالبة نجيبة متولي الخولي، الطالبة ألفة زكريا الشيوي، الطالبة نصرة محي الدين غالب، الطالب أحمد عمران السيد، الطالبة شيماء حسين كامل، وذلك لمدة عامان ينفذ من تاريخه.
هنعمل ايه يا ابله؟ هنرجع اللي حفظناه تاني؟ ابله انا حافظه الكتاب صم. لا مش عايزاكوا تصوموا ولا تحفظوا ولا تبقوا زي البغبغانات تدشوا كلام مش فاهمينه. ابله احنا هنعمل ايه؟ ابله نجيب نشوف نحس نفهم انسوا كل اللي فات وهنبتدي من الاول. تعالوا معايا. على فين يا ابله؟ هنطلع رحله مع بعض. والامتحان؟ امتحان مين؟ يلا بينا. بالليل وابني ما جاش. ابني اتخطف. وانا يا حضره الزهبي بنتي ما اعرفش فين لحد دلوقتي. من فضلكم نلتزم الهدوء. نهدى ازاي بس يا حضره الزهبي؟ نهدى ازاي الهدوء ازاي بس؟ انا عايزه بنتي. ايه خير يا حضره الزهبي؟ يا فندم في فصل كامل الاولاد اللي فيه ما روحوش بيوتهم لحد دلوقتي واولياء الامور جايين يبلغوا. ما روحوش ازاي؟ ده عندهم امتحان بكره. احنا بنحملكم المسؤوليه لو العيال دول ما جوش دلوقتي حالا. يا فندم مسؤوليه المدرسه بتنتهي مع اليوم الدراسي. مش معقول ابدا يعني هنمشي ورا كل تلميذ نشوفه روح بيته ولا لا. لا يا ابله صباح دي مسؤوليتك. يا هاني مهدي من فضلك سيبونا نشوف شغلنا. اسمعك بوضوح ابدا الاشاره. لقيتهم؟ لقيتهم فين؟ على طريق مصر اسكندريه راكبين اتوبيس وبيغنوا. شخبط شخبيطه هم بيشخبطوا على الاتوبيسات وكويسين. طب يلا بسرعه على الاسم عشان اولياء الامور يستلموهم من هنا. كنتوا فين يا اولاد؟ كنا مع ابله نجيبه. نجيبه مين؟ انا 101%. يا نهارك اسود انت تاني يا نجيبه. انت يا بنت طالعه بكم منظر بالظبط؟ لو بس كان يوم اسود يوم ما تعينتي كده برضو يا نجيبه يخلصك ان انا اتجرجر عن اسم تنصاص الايادي مع المجرمين. ده انت ليلتك صادق يا فتح بيه. انا هرفع قضيه على الوزاره. ازاي تعينوا بنت مستهتره زي دي مدرسه للاولاد؟ دي مقابله تقابلوني بيها من بكره هتتحول لتحقيق وهيتخذ ضدها كل الاجراءات القانونيه. يا فندم دي لو خرجت من الاسم اصلا دي متهمه بخطف 40 طفل وطفله ليله امتحاناتهم. انا ولا خايفه منك ولا منه ولا منكم كلكم عشان انتوا اللي وديتونا في داهيه. يلا اتحركوا انضربوا قدامي. المرة دي انا اللي جايه برجليا. شفتي اللي يجرب قعده البرش يرجع له بس.
تعرفش مني فين. يا استاذ اتفضلوا خدوا اولادكم وروحوا. وانت يا استاذه نجيبه مضطرين نخليكي معانا هنا في القسم لحد ما نعمل لك محضر يليق بمغامراتك العجيبه يا نجيبه. ماشي يا باشا. ماشي يا باشا. وكمان مش همك. انا ما بقاش يهمني ولا حاجه. انا ما يهمنيش الا دول، لان دول اللي خلوني الاقي نفسي، ومش هبقى ملطشه لاي حد بعد كده. جاهزين يا اولاد للامتحان بتاع بكره؟ جاهزين يا ابلة. وانا بقى جاهزه لكل القواضي اللي انتوا عايزين ترفعوها عليا. ماشي. دي مجنونه. مبروك يا جاله. مبروك الطالب حسن محمود العربي. مبروك يا حسن. مبروك يا حسن. الطالبة ريم محمد عبد التواب. برافو يا ريم. مبروك. ولا يمكن أن ننسى في احتفالنا هذا أن نشيد بالإنسانة التي بذلت مجهودا جبارا لكي تصل بأولادنا إلى هذا المستوى الرفيع. عشان كده تستحق أن تكون وعن جدارة المعلمة المثالية لهذا العام، الأستاذة نجيبة متولي الخولي. متشكرين قوي يا نجيبة. بيضت وشي قدام الوزارة كلها. مالي الوزير اتكلم مع رئيس الجامعة عشان ترجعي ووافق، يعني من النهاردة تقدري ترجعي كليتك. أرجع كلية؟ يس. قصدي أنا متشكرة جدا جدا جدا. أحمدك وشكرك يا رب. أحمدك وشكرك يا رب. نجيبة. نجيبة. الكاس. لسه في اعدادي وثانوي. ده انتوا لسه قدامكم الطريق طويل. يس يا صباح الخير. احب اعرفكم بنفسي، انا الدكتور عبد الرحمن عزيز اللي هدرس لكم التاريخ السياسي والحضاري لمصر الفرعونية. في الفصل الأول من الكتاب هنتكلم عن مصر، البيئة والحضارة. تنقسم مصر جغرافياً إلى ما يعرف باسم مصر العليا اللي هو صعيد مصر، ومصر السفلى اللي هي دلتا مصر. حلاوة مصر، مساحة مصر حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع. هجري في سكة صح وانا ودماغي هقف.
شاء الله ان شاء الله قولوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.